صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامج مع كل الناس. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ثالث يوم عيد الفطر المبارك، أعده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. وعشان كده جاي لكم النهاردة ببشرة خير وأمل كبير لكل ست بتعاني من الإجهاض المتكرر من خلال حالة أجهضت 22 مرة، وبفضل ربنا أولا وأخيرا ثم بفضل ضيف حلقتي النهاردة دكتور أحمد شلبي اللي هنرحب مع بعض بيه. الحمد لله اجتازت المرحلة دي ومعها النهاردة محمد. تعالوا الأول نرحب دكتور أحمد شلبي أخصائي نساء والتوليد والحقن المجهري. أهلا وسهلا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بك دكتور أحمد، نورتني. تسلم، ربنا يعزك، كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك بصحة وسلامة. تعالوا مع بعض برضو نرحب بضيفة حلقتنا النهاردة السيدة نعيمة السيد أحمد. أهلا بيك يا نعيمة. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتيني. دمر حضرتك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. في البداية دكتور أحمد، عايزة حضرتك تعرف لي إيه هو مفهوم الإجهاض المتكرر؟ مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. حضرتك طيب. الإجهاض المتكرر معناه فقد الحمل في الثلث الأول لمدة 3 مرات متتالية، يعني 3 مرات ورا بعض. تمام. حاليا بقينا، ده الكلام المكتوب في الكتب، لكن حاليا بقينا بنقول مرتين بس. كان زمان يقول 3 مرات علشان خاطر ما نكلفش المدام تحاليل واشعات وكلام من هذا القبيل يعني، لكن لقينا ان احنا نعرضها 3 مرات ورا بعض فده ايه ظلم عليها يعني، فبقينا نعمل كل التحاليل وكل الاشعات بتاعتنا بعد مرتين اثنين بس. طبعا هو الاولى انها تتعالج افضل، يعني التكلفه مش هو السبب اللي يخلينا ناخر العلاج. ايوه طبعا. طبعا بنشتغل على كده، ومرتين بس ان شاء الله، وبنبدا بقى تحاليل واشعات ونحط ايدينا على السبب علشان باذن الله ايه نشتغل عليه ونعالجه ان شاء الله. طب يا دكتور، ايه هي اسباب الاجهاض المتكرر بشكل عام؟ يعني اسباب الاجهاض المتكرر دي تاخد حلقتين ثلاثه يعني، لكن احنا ممكن نتكلم بشكل عام كده الحاجات الاشهر. يعني نقول عندنا مثلا اسباب وراثيه او جينيه، ودي حاجة ربانية من عند ربنا، إن العيل ده عنده مشكلة في الكروموسومات فما بيكملش، ماشي، بيبقى كيس الحمل فارغ، كيس الحمل ما فيش فيه نبض، تمام، وبيركن وبعد كده بينزل، إذا كان بينزل بعملية جراحية أو بينزل إيه جراح بتاع ميديكال يعني بالعلاج، ماشي. عندنا أسباب مناعية وأسباب تجلط، دي اللي بناخد لها حقن الكليكسان، معظم السيدات يعرفوها يعني. عندنا مثلا اسباب تشريحيه، ودي اسباب كتيره جدا بقى فيها، يعني مثلا عندنا ورم ليفي في الرحم، عندنا مشاكل في عنق الرحم، ده من الاسباب التشريحيه، ودي نلاحظها في الشهر، السيده بيحصل لها اجهاض في الشهر الرابع او في الشهر الخامس. تمام. عندنا الغده الدرقيه، مشاكل الغده الدرقيه يعني اذا كانت نشطه او اذا كانت خامله، السببين يعملوا اجهاض ويعملوا اجهاض متكرر. عندنا اجهاض غير معلوم السبب، وده اصعب حاجه اعتقد. ده بقى يعني ما فيش سبب، قضاء ربنا كده يعني. تمام. مدام نعيمه بقى الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نشخصها بعد 22 مره اجهاض، وربنا كرمها بمحمد. طب اسمح لي بقى انتقل يا دكتور لمدام نعيمه ونعرف حالتها كانت ايه بالظبط. اهلا بيكي مدام نعيمه مره ثانيه. اهلا بحضرتك. انا عايزاكي سريعا كده عشان ندي امل لكل ست مرت بنفس تجربتك، ايه المشكله بتاعتك كانت ايه؟ انا مشكلتي كانت باجهد على طول، يعني في الشهر الثاني ما وصلش الثالث ابدا. اجهدت كتير زي ما الدكتور احمد لسه قايل لحضرتك 22 مره، وبفضل ربنا ثم بفضل الدكتور احمد ربنا اراد ان انا انجب محمد بعد 18 سنه معاناه. طبعا. وبقول لاي حد ما تستسلمش وما تيأسي مع الدكتور احمد طبعا. طيب قبل ما نوجه الرسالة بتاعتك لأي ست بتعاني من نفس المشكلة بتاعتك، أنا عايزة المراحل اللي أنت مريتي بيها، يعني أنت رحتي للدكاترة مثلا، حد قال لك اعملي تحاليل أو وجهك، إيه اللي كانوا بيقولوه لك مثلا، أو إيه أسباب الحالة اللي عندك؟ كنت طبعا أعمل التحاليل وأنا حامل، زي أي تحليل، تحليل اللي هو نوع القطط والسكر والحاجات ديت وأنا حامل، بس تقول له يعني أحلل تحليل في حاجة يا دكتور؟ لا تمام. كويس. طب أروح عيد كشف جنين راكن؟ طب إيه السبب؟ طيب طب ماشي المره، طب المره الجايه بقى عايزين نتعالج يا دكتور، مفيش جديد، وهكذا. واستمريتي 22 مره؟ والله كتير. ف لحد بقى خلاص، ما يعني في دكاتره يعني لا داعي لذكر اساميها، عماقره كبار جدا.
ماشي، فاحتاروا في حالتي ما ليش اسم. طب انا ايه اللي عندي؟ طيب عايز اعرف ايه السبب اللي هو عندي. اجهاض يعني غير معلوم السبب بالظبط. التحاليل اللي هي العاديه في الحمل بس، مفيش فحوصات، مفيش اشعاعات، مفيش حاجات من ديت، الا اول مره اشوفها مع الدكتور احمد. ايه بقى اللي وداكي للدكتور احمد؟ طبعا في ناس كتيره كانت عندنا بتروح له في القريه، فواحده جارتي ارشدتني ليه، فقالت لي روحي المستوصف في البيت مش هتخسري حاجه. مستوصف يعني مقوي عليه. قالت لي مش هتخسري حاجه، روحي زياره المستوصف في بيته هو فاتحه. فروحت له زياره والتانيه، وانتقلت معاه للمركز بتاعه اللي هو فاتحه في الرياض. واراد ربنا والحمد لله، والتفاؤل جه على وشه، وهو كان متفائل جدا في حالتي مع ان انا ما كنتش متفائله. سبحان الله. اه والله. وطبعا الحمد لله وجبتي محمد. اه طبعا الحمد لله. طبعا ربنا يخليه لك والحمد لله على سلامتك. طيب اسمحي بس على حاجه يا دكتور، من كلام نعيمه بس استوقفني كلمه مستوصف خارجي. بما ان حضرتك دكتور شاب لسه في يعني مقتبل العمر، وده يعني بيبقى اكيد بيبقى اي دكتور بيبقى حابب انه يبني نفسه في الاول، فايه اللي وجهك لفكره المستوصف الحين؟ والله فكره المستوصف، انا القريه بتاعتي اسمها قريه النصريه في مركز الرياض كفر الشيخ. قريه النصريه دي قريه كبيره ما شاء الله، يعني عدد تعدادها السكاني يتعدى 13000 تقريبا. انا تقريبا كنت اول واحد ادخل كليه الطب يعني، فمن سنه اولى طب وانا بقى شغال بركب محاليل، بدي حقن، اوصف وصفات بسيطه كده، ادي حقن في الصيدليات كده، كلام من هذا القبيل يعني. فجاتني بقى الفكره بتاعت فتح المستوصف. عملنا مستوصف كده، فيه طبيب اسنان، فيه دكتور علاج طبيعي، فيه دكتور الجلديه، وفيه انا. وبدانا نشتغل باجر رمزي، والحمد لله ربنا كرمنا. ودي كانت وصيه امي رحمه الله عليها يعني. ومكملين على طول باذن الله. عندنا طبعا المركز في الرياض وعندنا بلطيم، لكن الاساس هي النصريه يعني. طبعا دي حاجه انا بشكر حضرتك بشكل شخصي عليها، لان يا ريت اطباء كتير يعني ينهجوا نهج حضرتك، لان طبعا الحاله الاقتصاديه صعبه جدا طبعًا، والعلاج طبعًا ده شيء بيكون اساسي لاي مريض. جميل. أنا طيب بس المفاجأة، احنا المفاجأة بعد اذنك اقول لحضرتك ان نعيمة حامل حاليا ما شاء تاني الله. وعدت الحمد لله مرحلة الخطر كمان، يعني ما شاء الله بعد 22 مرة اجهاض هي حملت وانجبت محمد، وحامل للمرة الثانية وعدينا مرحلة الخطر وحاليا حامل. طبعا دي بشرى لاي ست بتعاني من الموضوع ده وحاسة ان ما فيش امل. فطبعا ان شاء الله يعني شاء بفضل الله. ربنا وفضل حضرتك والاطباء اللي زيك ان في امل طبعا. ربنا يكرمك. طيب احنا اتكلمنا عن اسباب الاجهاض المتكرر، عايزين نتكلم عن العلاج بشكل عام. ايه علاج الاجهاض المتكرر؟ العلاج بيختلف طبعا من سيده لاخرى وعلى حسب السبب اللي عندها. يعني سيده مثلا عندها ورم ليفي، ورم ليفي هو اللي معطل الحمل او هو سبب الاجهاض عندها، ماشي، فبنتدخل وبنعمل عمليه الورم الليفي اذا كنا بنعملها منظار او اذا كنا بنعملها جراحه. المشكله في الغده الدرقيه بنعالج المشكله. المشكله في التهابات مثلا مزمنه، ده ممكن يبقى سبب رئيسي بالنسبه لنا، بنعالج السبب ده يعني. بس فكل حاله يعني منفصله، ما فيش حاله زي الثانيه يعني. طيب بس بشكل عام ليها علاج يعني؟ أيوة طبعا. امل ان كل حاله لها علاج معين وبتاخده وان شاء الله ربنا بيكرمها يعني. طبعا طبعا طبعا. طيب احنا كده اتكلمنا عن الاجهاض المتكرر، فاسمح لي بما ان احنا اتكلمنا عن الاجهاض وخلاص عالجناه، فنتكلم بقى عن مرحله الولاده. يعني احنا خلاص عالجنا الاجهاض وان شاء الله هنكمل للولاده باذن الله. فطبعا في دلوقتي مؤخرا بقينا نسمع عن الولاده القيصريه دكتور الطبيعي، دي بقى قلما ما نسمع عن ولاده طبيعي. حضرتك هتعرفي ايه الفرق بين الولاده القيصري وايه الفرق بين الولاده الطبيعي، وحضرتك بتفضل؟ تمام. حاليا يعني احنا عالميا محتلين المركز الاول ب 73% في الولاده القيصريه، 73%. كفر الشيخ عندنا ما شاء الله 88%. تقريبا كله بيقول القيصري تقريبا يعني. ماشي. بس ده يعني ايه؟ هنقول الاسباب بترجع للسيده اللي هي الحامل نفسها، بتبقى من بدري واخده القرار بتاعها ان صاحبتها ولدت قيصري، اخذت عملت ولاده بدون الم، فهشتغل كده وهتولد كده وخلاص، هم واخدين القرار من بدري. لكن احنا علشان نجاوب السؤال ده لازم بنحط اعتبارات بالنسبه للطبيب ياخد القرار على حسب الحاله. يعني الحاله ولدت مرتين قيصري، فهي اوريدي كده خلاص داخلين في سكه انها هتولد قيصري، وهي ايه دي بالنسبه لنا كده خلصانه يعني. لكن جايه مثلا بكريه والدكتور اللي هياخد القرار، ففي عده عوامل بتحكمني انا. البيبي وزنه قد ايه؟ يعني
وزنه 2 كيلو ونص غير وزنه 4 كيلو ونص مثلا، ده هتتم الولاده بسلاسه وبدون ما ناثر على الطفل وبدون ما ناثر على الام، كده ممتاز. تمام. حوض الام، عظم الحوض بتاعها هيسمح بنزول البيبي ولا مش هيسمح بنزول البيبي، ودي بيحددها الطبيب في الشهر التاسع. تمام. حاليا يعني زي ما قلت لحضرتك العامل المؤثر علينا هو بتبقى رغبة السيدة نفسها. طيب بمناسبة رغبة السيدة دي، أحيانا في بعض السيدات بيقولوا إن الولادة الطبيعية بتأثر على العلاقة الحميمة مثلا يا دكتور، ويكون ده من ضمن الأسباب أو من أهم الأسباب اللي بتخليهم يطلبوا أو يلجأوا للولادة القيصري. رأي والله حضرتك إيه؟ زي ما قلت لحضرتك، هل إن الولادة تمت بسلاسة وبدون ما نأثر على الأم وعلى البيبي ولا لأ؟ يعني إذا إحنا فحصنا الأم ولقينا الفحص بتاعها كويس والامور تمام، هيعدي الطفل بدون مشاكل لا الام ولا الطفل، والام مش هتشتكي. تمام. وعلى حسب شق العجان او الامهات يعرفوه بالتوسيع، هل انه تم بطريقه سليمه والالتئام تم بطريقه سليمه. طب اسمح لي يا دكتور انا بعتذر لحضرتك، ولكن احنا معانا مداخله تليفونيه، هنطلع ناخدها ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. تمام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ معاكي مدام عزه كفر الشيخ. مدام عزه من كفر الشيخ، اهلا بيكي يا مدام عزه. كل سنه وحضرتك وحضرتك بصحه وسلامه. ممكن تقول لنا ايه التساؤل بتاعك اللي بتواجهيه للدكتور احمد؟ والله وانا عندي مشكله ان انا يعني حاليا سن متقدم، عندي 44 سنه وكنت متزوجه لكن حاليا منفصله، فكنت عايزه اساله يعني اذا عندي فرصه ان انا اعمل تجميل بويضات ولا لا، وايه الخطوات اللي المفروض ان انا اتحرك خلالها، يعني تكلفه العمليه بتبقى قد ايه، ممكن عدد زيارات الطبيب بتبقى كام مره. طيب اتفضلي. ايه كل الحاجات اللي ممكن استفيدها يعني من دكتور احمد عشان الموضوع ده؟ طيب يا فندم خليكي معانا ودكتور احمد هيرد على استفسارك. تمام. مدام عزه كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. حضرتك كام سنه؟ 44 سنه. طيب تجميد البويضات احنا دايما بنعمله بعد ما نحلل تحليل معين كده، هو اسمه AMH، مخزون مبيض. تمام. ده بنحلله، اذا لقينا التحليل ده مثلا اقل من واحد صحيح، فبننصحك على طول انك انت تعملي تجميد بويضات لو انت مش متزوجه. تمام. طب ايه هي اسباب اصلا ان هو يقل عن واحد؟ اللي هو تقدم العمر، لا قدر الله حصل لك جراحه سابقه قبل كده في المبيض، اخذت لا قدر الله اشعاع، حاجات من هذا القبيل يعني. فكره تجميد البويض. طب انا كنت عايز اعرف التكلفه يعني في حدود كام يا دكتور؟ طب بلاش على التكلفه الماديه. بلاش التكلفه، خلينا في فكره التجميد الاول. فكره التجميد الاول احنا بنحفز المبيض عند حضرتك. تمام. تمام. وبعد كده بنتابع حضرتك بالسونار لغايه وقت معين، بنعمل سحب للبويضات. تمام. وبنحط البويضات دي في البنك الى ان تتزوجي او الى ان تاخدي القرار بتاع الايه، انك انت تحملي ان شاء الله يعني. بعد كده بنحقنها بالحيوان المنوي بتاع الزوج. تمام. وان شاء الله بيتم الحمل يعني. طب التكلفه في حدود قد ايه برضو نرضيها دكتور، نقول لها يعني نطمنها يعني تقريبا؟ ده بسيطه ان شاء الله يعني، نتكلم مثلا في 15 ممكن مثلا 15. طيب يعني بالنسبه وبتاخد عدد وقت طويل في زيارتي للمركز او لحضرتك للطبيب؟ احنا عاوزينك معانا من اول يوم لاخر يوم 14 يوم بس اللي احنا عاوزينهم، من 14 ل 15 يوم. متواصلين؟ ايوه طبعا، ما هي بتبقى خلال البريود اللي احنا بنحددها يعني. بشكرك جدا يا مدام عزه، نورتينا. شكرا. نورتينا يا فندم. هنرجع تاني كلامنا يا دكتور عن الفرق بين الولاده القيصري والولاده الطبيعي والمشاكل، او ان هم يعني حضرتك بتفضل انهي ولاده، قيصري او طبيعي؟ الطبيعي دي الفطره اللي احنا ربنا خلقنا بيها، فبالنسبه لنا الطبيعي الى ان يحدث حاجه تودينا ناحيه القيصري. ايه الحاجات اللي ممكن تحصل بقى؟ عندنا بقى اسباب كتير قوي يعني، حجم البيبي مش مناسب، حجم البيبي مثلا كبير، الام مريضه سكر لا قدر الله، لا قدر الله حصل انفصال في الخلاص، لا قدر الله حصل نزيف، ماشي، الام والده قبل كده مرتين وثلاثه قيصري، خلاص يبقى الموضوع هنا قيصري. فالفطره الطبيعي الى ان يحدث شيء. ده بيبقى قرارك انت كدكتور ان ما ينفعش الا قيصري، بعيدا عن راي الام بقى او راي الزوجه. اي مظبوط، نمشي معاها لغايه اخر التاسع ونوصلها لبر الامان باذن الله يعني،
وزي ما قلت لك شق العيجان بنعمله بطريقه سليمه والالتئام بطريقه سليمه، ان شاء الله مش هتشتكي بعد كده حتى في العلاقه باذن الله. تمام. يعني حضرتك قلت لي ان الولاده القيصري اغلبها بيكون راي الزوجه، لكن لو في اي مشكله حضرتك بتقرر انها تكون ولاده قيصرية، لو في حاجة يعني عادة كده بتكون الطبيعي اللي ربنا خلقنا عليه. رغبة الأم هي العامل الأساسي. العامل الأساسي. طيب احنا لو اتكلمنا عن التخدير بقى دكتور في الولادة القيصرية طبعا. التخدير الكلي والتخدير اللي هو النصفي. الفرق بينهم ومخاطر ده ومخاطر ده. والله الولادة طبيا معروفة بالتخدير النصفي. يعني نلجأ فيها للتخدير النصفي، ده أأمن للطفل وأأمن للأم. دايما لما ندي رأينا في حاجة يعني فهناخد عندنا شقين الأم والطفل، فأأمن حاجة بالنسبة لي هو الإيه؟ البنج النصفي، إلا إذا عندي أنا مشكلة خلتني ألجأ للإيه؟ للبنج الكلي. طب إيه هي طبيعة المشكلات اللي ممكن تخليك تلجأ للبنج الكلي؟ لا قدر الله عندنا مشكلة في العمود الفقري مثلا، علشان هي إبرة الظهر، اللي هو أساسا السيدات بتلجأ للإيه؟ للبنج الكلي علشان فكرة إبرة الظهر وألم إبرة الظهر. دي طبعا بالنسبة لهم بتبقى مؤلمة وبيحصل لهم بعدها صداع شديد جدا يعني. ماشي. الصداع ده تقريبا بياخد 7 أيام. حاليا تغلبنا عليها بإبرة معينة كده بنديها في الظهر برضو، بس إبرة يعني إيه ما بتسببش صداع، الأم ما بتحسش بيها. يعني عالجت الآثار الجانبية عالجت الآثار الجانبية بتاعت الإيه؟ البنج الكلي. البنج الكلي بقى مشاكله بالنسبة لنا مثلا بالنسبة للأم، الأنبوبة اللي بتحطها في بقها دي تخليها تكح، تخليها تطلع بلغم كتير، مؤلمة بالنسبة لها. تمام. فكرة لا قدر الله النزيف بعد البنج الكلي ده بيبقى كتير، لأن بيبقى فيه ارتخاء العضلات الجسم كلها. تمام. لا قدر الله الطفل يدخل الحضان علشان خاطر بيحصل تأثير عليه والطفل بيطلع نايم، فلا قدر الله يعني ايه يدخل مننا حضان ويحصل تأثير على الجهاز التنفسي بتاعه يعني. بس طيب لو قلنا طبعا هنرجع، بس اسمح لي نرجع لمدام نعيمه نقول لو حبيتي تشكري مين يا مدام نعيمه. انت كان دكتور قال ان في دكتور اطفال كان معاكي، الفريق اللي كان مع دكتور احمد، تحبي تشكري مين؟ طبعا ما اعرفهمش كلاتهم، انا لقيت اساتذه كبيره معايا في اوضه الولاده يوم الولاده كلها، كان اشكر الدكتور احمد اولا واخيرا، واشكر الدكتور محمد الشواتفي برضه واقف معايا لحد الان، والساعه بروح لمحمد اتابع معاه ودايما بيطمني ويرفع من روحي المعنويه برضه. طب انت حالتك اصلا هترفع من روح المعنويه للستات كتير الحقيقه. طبعا وبقول والله العظيم يا جماعه انا كنت يأسانه يأسانه يأسانه، حتى في كل الزيارات كنت بزوره ممكن في الاسبوع مرتين ثلاث وسبت. طول ما انا حامل ثلاث وسبت او بقى كل اسبوع لما العمل يستقر كل سبت يعني اروح له بقى هو يشوفني، اول ما يشوف وشي انت مالك زعلانه كده ليه، مش عارفه ارد عليه، يقول لي مالك انت ده انت زي الفل، وممكن ابقى مش زي الفل وابقى عارفه ان انا مش زي الفل. طبعا بيرفع من حالتك النفسيه عشان تستقبلي حالتك وانت مستقره، ولو في حاجه كان يداريها يعني مش دكتور بس، لا جواه انسان قبل ما يكون دكتور. طيب اسمح لي يا دكتور احمد معانا مداخله تاني مره تانية فهنسمعها. الو مين معايا؟ مروه ابراهيم. اهلا يا مدام مروه، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك. ممكن كان نسال سؤال الدكتور احمد؟ اتفضلي دكتور احمد سامعك، قولي استفسارك. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا كل سنه وحضرتك طيبه. لو سمحت هي الحامل مسموح لها تاكل فسيخ بمناسبه العيد؟ كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيبه. سؤال مهم جدا. واضراره ايه؟ يعني حضرتك تقول لنا اضراره عشان يعني لو حد فكر ياكل يبقى عارف. تمام مدام مروه ماشي. الله يبارك. كل سنه وحضرتك طيبه. شكرا يا مدام مروه. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. الفسيخ اصلا ممنوع للانسان مش ممنوع للحامل يعني. ممنوع الإنسان بشكل عام. الفسيخ طبعا يعني كمية موالح عنيفة جدا، فدي بيعمل ارتفاع في ضغط الدم بالنسبة للسيدة الحامل، لا قدر الله يسبب انفصال في الخلاص ويعمل ولادة مبكرة وولادة طارئة يعني، فلا ممنوع طبعا. بالنسبة لنا كمان بيعمل فيه نوع بكتيريا سامة بتعمل ارتخاء في العضلات، لو عمل ارتخاء في العضلات دي ولا قدر الله وصلت للجهاز التنفسي فده هنحتاج فيه تنفس صناعي. عندنا نوع بكتيريا تاني منه اللي هو بيسبب اسهال وترجيع، ده الطبيعي اللي ايه اللي الناس متعوده عليه منه يعني.
نوع بكتيريا ثالث وده بيسبب اجهاض. فلا الفسيخ ممنوع ممنوع منعا باتا في الحاله. عندنا امل يا دكتور تقول اي لكن للاسف يا جماعه معلش بقى يعني ما نقدرش نقول غير ان ممنوع. طيب يا دكتور احنا كان في مداخله عن تجميد البويضات طب لو احنا اتكلمنا عن مخزون المبيض اقل من واحد تنصح الست بيه؟ مخزون مبيض اقل من واحد اول نصيحه بالنسبه لها ان احنا نقول لها احملي. لازم ندور على الحمل سريعا ماشي، اذا كان بقى بحقن مجهري او اذا كان بتنشيط وخدنا معاها بروتوكول معين وننشط ويحصل حمل على طول. ليه بقى؟ علشان التوقيت بيبقى توقيت خطر بالنسبه لنا والحمل بالنسبه لنا معتمد اعتماد كلي على سن السيده وعلى المخزون المبيض بتاعها. فمخزون المبيض اقل من واحد اول نصيحه، حتى مدام عزه اللي كلمتنا من شويه 44 سنه ومخزون المبيض لو اقل من واحد لا على طول تجميد بويضات على طول علشان خاطر ايه فكره الحمل يعني. طيب الاسباب بتاعته اللي تودينا لكده زي ما قلت لها في المكالمه من شويه، جراحه مثلا في المبيض، حصل جراحه واخدنا جزء مثلا من المبيض، لا قدر الله اخذت كيماوي او اشعاع، اجسام مضاده بتهاجم المبيض، حاجات من هذا القبيل يعني. فاول نصيحه بالنسبه لنا هو الحمل مباشر يعني. ان تلجا للحمل سريعا عشان نتفادى كل المشاكل. علشان الاي ام اتش ده لما ينزل مش هيرتفع تاني. مش هيطلع تاني. مش هيطلع تاني، فخلاص احنا بقينا في مرحله خطر، لا نجري ونحمل باذن الله. طب لو احنا اتكلمنا بشكل عام يا دكتور بقى على نصايح هتقولها لنا لاي ست اولا مقبله على الزواج، يعني فكره مثلا اللي بتاخد موانع حمل مثلا وهي لسه ما حملتش المره الاولى مثلا، حضرتك بتنصح بده ولا لو هي حتى حابه تاخر عشان اي ظروف ايا كان، وايه اللي حضرتك بتنصحه لاي ست خلاص حملت بالنسبه للمتابعات؟ نصيحه بشكل عام تقولها لاي سيده. والله يعني منها لنفسها لا احنا ما ننصحش انها سيده متزوجه في بدايه العمر يعني انها تبدا وتاخد وسيله منع حمل منها لنفسها. لازم الاول زياره للطبيب والطبيب ده هو اللي هيقرر اذا كان ده ينفع بالنسبه لها ولا ما ينفعش. تمام؟ يعني مثلا في امتحانات داخله امتحانات ماجستير، زوجها مثلا لسه مش مهيئين انهم هيعيشوا في المنطقه مثلا، فزياره للطبيب والطبيب ان شاء الله يحدد لك ويديكي امن حاجه ما تاثرش على المبيض بالنسبه لك، يعني الوسيله المناسبه بحيث ان احنا ما ناثرش عليها بعد كده باذن الله يعني. طب بالنسبه للست يعني انا مدام نعيمه قالت لي وانا يعني بندردش قبل الهوا ان هي اخذت لوحدها كده لما يأست شويه في فتره من الفترات يعني الموانع لوحدها والمتابعات ما كانتش مستمره، تفتكر المتابعه قد ايه مهمه بالنسبه لاي ست حامل وبالذات لو في الحاله العاديه، يعني بلاش الحاله الشاذه او الحاله اللي عندها مشاكل، في الحاله العاديه المفروض تكون بتتابع يعني كل قد ايه؟ والله اول ثلاث شهور بالنسبه لنا احنا بننصحهم ان هم يعني الزياره مثلا كل اسبوعين بتعمل زياره للطبيب. الثلاث شهور اللي هم رقم اثنين اللي هو الرابع والخامس والسادس ده بنقول لها مثلا كل ثلاث اسابيع كل 21 يوم زورينا زياره. تمام؟ اخر ثلاث شهور بنشوفها كل اسبوعين برضو. طيب حاله مدام نعيمه كانت حاله شاذه يا دكتور صح؟ الحمد لله ربنا كرمنا. ربنا كرمنا. هل في حالات كانت مشابهه لحاله مدام نعيمه ولا هي الحاله دي مش متكرره كتير يعني؟ لا طبعا عندنا حالات كتير خالص زي مدام نعيمه، بس مدام نعيمه يعني حققت ما شاء الله الرقم القياسي يعني 22 مره يعني. هي بتتاخر احيانا يعني ما عدتهمش كويس يعني. حاليا شغالين على حاله ثانيه بس المشكله عندها مشكله جينيه او وراثيه يعني بشكل عام، شغالين عليها حاليا في المعمل وباذن الله ربنا هيكرمها وهنعمل لها حقن مجهري لانها لابد من حقن مجهري علشان يبقى الشغل نفسه كله تحت الميكروسكوب يعني، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمها باذن الله. كل حالات الاجهاض المتكرر كلها لها علاج ولا في بعض حالات حضرتك اول ما بتشوفها كده تقول لا دي يعني وفري على نفسك المعاناه والتعب والمصاريف والكلام ده كله؟ والله النموذج اللي قدامنا يعني مدام نعيمه يعني نموذج ما يخليش حد يفقد الامل خالص يعني طبعا الامل في وجه الله طبعاً اكيد كبير، ولكن في حاجات علميه انت ممكن تبص كده تقول الحاله دي لا في حاجات مجهوله السبب ما عنديش سبب لها يعني، الدكتور عمل اللي عليه وهي كسيده عملت اللي عليها
ماشي ومفيش سبب واضح بالنسبة لنا يعني. بس بشكل عام حضرتك بتكمل معاها وبتعمل كل حاجة تقدر تعملها حتى لو كان مجهول السبب وما عندكش اي سبب في الموضوع او اي علاج يعني طبي بشكل اكيد ربنا مخبي حاجه كويسه يعني ان شاء الله يعني. انا عايزه اعرف احساسك لما يعني لما ام محمد كملت مدام نعيمه يوم الولاده كنت نايم، اتصلت عليا الساعه 6 الصبح تقريبا 10 مرات يعني، ففتحت التليفون لقيتها بتصوت وبتقول انا بولد يا دكتور. فانا متهور في السواقه بس مش متهور قوي لدرجه ال 200 يعني. ركبت العربيه كنت في بلطيم وانطلقت على الرياض مستشفى السلام، كنت سايق بسرعه 200. اتصلت وانا جاي في الطريق على الدكتور محمد الشوات في استشاري اطفال والدكتور بعد اذنك يا دكتور تمام الدكتور رضا ياسين استشاري تخدير، لقيتهم مجهزينها ووضعنا تمام. دخلت اشتغلت على طول، ربنا كرمنا بمحمد وعملوا معاه اللازم الحمد لله. الحمد لله ربنا يبارك لك ان شاء الله. شكرا دكتور احمد شلبي، نورتني ونورت برنامج مع كل الناس. ربنا يكرمك يا فندم، فرصه سعيده. شكرا يا مدام نعيمه والف مبروك للمره الثانيه. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، ودي كانت حلقتنا، انتظرونا إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة جديدة وبرنامج مع كل الناس.